تقول هذه المستمعين أسأل عن أيام من رمضان منذ عدة سنوات لم أصمها ولم أكن جاهلة بقضائها ولكن حياء من الناس، وفي هذه السنة قدرتها بثلاثة أيام وصمتها، ولكن لم أتصدق عنها لأني لم أكن أعلم كيف أفعل. فضيلة الشيخ، هل أعيدها أم أتصدق فقط؟ جزاكم الله خيرا. تتصدقين فقط، يعني تطعمي عن كل يوم مسكينا بمقدار كيلو ونصف عن كل يوم، والقضاء الذي قضيته صحيح إن شاء الله.